السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا من جديد في قناة ICT. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو الخاص بنا إن شاء الله النهاردة هو تكملة للفيديو الخاص بـ The Internet، وهو إن شاء الله هنتعلم النهاردة عملي How to Connect the Router. طيب دلوقتي هوريكو الفيديو اللي انا عملت له كرييت، اللي هو خاص بان احنا بقى هنبتدي نشوف ستيب باي ستيب هاو تو كونكت ذا راوتر. طيب اول حاجه في الفيديو هنا، اول حاجه ظهرت هي البورتس الخاصه بالايثرنت اللي قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات، والبورت اللي هو خاص بالدي اس ال. قلنا اليلو هو اللي خاص بالايثرنت، والجراي هو اللي خاص بالدي اس ال. تعالوا نكمل. هنا طبعا اللي هو الوال سوكت اللي قلت لكم بيتم ادخال فيه طرف من الدي اس ال، والطرف الاخر بيتم ادخاله في الايه الراوتر في البورت اللي مكتوب عليه دي اس ال. تعالوا نكمل. طبعا دلوقتي تم ادخال ال DSL كيبل في الراوتر، ولازم علشان نتاكد ان احنا دخلناه بطريقه صحيحه لازم نسمع اللي هي التكه اللي انتوا سمعتوها في الفيديو علشان نتاكد ان هو هيشتغل بطريقه صح. طيب بعد كده بستنى شوية. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في عندي كده كلمة باور، هي دي الخاصة بي اللي هو الاون والاوف، السويتشنج اون اند اوف بالراوتر، ولما بتكون باللون الاخضر معنى كده ان الراوتر از سويتشد اون. جنبيها اللمبة الخاصة بالدي اس ال، وهي اول ما بيتم توصيل دي اس ال كيبل بتفضل تعمل فلاشنج بسيط علشان تجهز الانترنت ان هو يوصل للراوتر. المفروض هي دي تبقى منورة باللون الجرين، وكلمة الانترنت دي برضو بتبقى منورة باللون الجرين. تعالوا نشوف. ساعات بتطول شوية، مفيش اي مشكلة خالص، ده العادي بتاعها. هي عملت الاول نور ريد وبعد كده عملت جرين. الخطوة اللي بعد كده ان شاء الله هو ان احنا هنبتدي نوصل الايثرنت بالايه البي سي. طيب تعالوا نشوف. وبرضو لازم نسمع برضو نفس التكة دي علشان نتأكد ان هو تم ادخاله بشكل صحيح. وطبعا دلوقتي تم ادخال الطرف الاخر من الايثرنت كيبل في ايه اللابتوب. ساعات بتبقى طبعا في البي سي اللي هو الديسكتوب بيبقى البورت الخاص بالايثرنت كيبل بيبقى فروم ذا باك، اما في اللابتوب بيبقى البورت اللي خاص بالايثرنت كيبل بيبقى موجود على التو سايدز. طيب تعالوا بقى نشوف التوصيل اللي احنا عملناه دلوقتي، هل فعلا تم توصيل الانترنت الى اللابتوب؟ طيب نعرف منين او نتشيك منين؟ طيب اول حاجة هنا مكان العلامة الخاصة بالانترنت، شكلها طبعا على شكل كده سكرين، اهي شكلها على شكل سكرين، وهي دي معناها ان تم توصيل الانترنت الى اللابتوب عن طريق الايثرنت كيبل. طب لو انا مش محتاجه الايثرنت كيبل، مش محتاجه ابقى قاعده باللابتوب موصله بايثرنت كيبل للراوتر، اعمل ايه؟ اشيل الطرف اللي هو داخل في اللابتوب واشوف. زي ما انتم شايفين دلوقتي اللابتوب عمل ديتكت ان خلاص مفيش ايثرنت واصل ليه، فاتحول لايه؟ وايرلس. طيب تعالوا نرجعها تاني ايثرنت.
كده رجعت تاني كونكتد بيه الإيثرنت. طيب اروح بقى اعمل سيرشنج على اي حاجه واجرب برضو، افتح مثلا جوجل مثلا و اسيرش مثلا على الايمجز الاقيها ايه فتحت. وبكده اكون يعني طبقت كل الخطوات. جربوها ان شاء الله سهله جدا وبسيطه. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.